مرحبا. هل فعلا سيعرض الجزء الأول من مسلسل الهيبة قريبا بتركيا؟ منتابع سوا. بعد ما انتشر على السوشيال ميديا خبر عرض إحدى القنوات التركية لمسلسل الهيبة بجزء الأول، حبينا أن نتأكد من صحة الخبر، فأجى الجواب من المنتج صادق الصباح بالنفي وبأنه هالخبر هو مسحة قامت فيها إحدى المعجبات وأضاف: ما بلشنا بالجزء الأول نحن عاملين خطتنا على الأجزاء المقبلة، ونحن بالأجزاء المقبلة حنطلع بكونكلوجن بخلاصة مهمة جداً حوالين الناس اللي خارج القانون. نادين سألتها تهربت من الإجابة. إيه. شو قصة؟ أنا ما بتهرب. أوكي، ليش نادين تركت الجزء؟ أول شيء بدي أقول لك شغلة، نادين ما في خلاف مع حدا، لو في خلاف ما عم تشتغل معنا. عظيم. قصة، نوعية القصة وتطور الدراما للقضية الهيبة الجزء الثاني بتفرض على غياب نادين لهذه السنة. زيادة على هيك أنا ما كتير في أحكي، بس في أقول لك شغلة، تنطلق أحداث جزءنا الثاني من مدينة دمشق، وبالتالي من الحلقة الأولى ومن الفريم الأول هيفهم المشاهد السبب المنطقي والوجيه لغياب نادين. نذكر بأنه تم تكريم المنتج صادق الصباح خلال العيد 20 لمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر بجائزة المدينة التقديرية. هيدا كان كل شيء. Bye.